بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكتابك اللباد وكساب سن علم المصطلح حديثك وسلسلة دي أنبلن قادني بيقونيك السبب اللابتي كتابك سلباد نقود مني بعد إكمال بيقونية بحمد الله سبحانه وتعالى. متنigan و خيغو ان اخرين دونا ان شاء الله و متن نخبه الفكر في علم مصطلح اهل الاثر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. كتاب كان وحال يرادا نخبه الفكر. نخبه الفكر حال في حافظ ابن حجر عليه رحمه الله. انت ان كتابه غودا غلين وحنو حيركة المامينا مؤلف كتاب كان إسكالي وإن لشيغو ومركو حوايا مذيني هاي سي أرضي ابتدائي أنا أي بلو أو نقطو أرضي منتهي أنا أي حسوسين أو نقطو. كتابكم مقعزو حاليا نخبة الفكر وحلك يعنيها وحي أي مسكحدو كوف كيريسي ولا صحله وحاسو كسابسن أفقرتك ذاتك أثرك يا حديثة وصاحبك أهل الأثر معنا أهل الحديث. كتاب كان ومتني شان وراغض أفر وراغض عن كبدين وحو اللي في إمامك صوت اللي فينا ونتيجة دونا ومتني وكشيك دونا شرحي سنة إمامك يا شرحي استغنى ونتيجة دونا معنى آدو قيمة بدن وآدو معان وطو. نينك كتاب كان إسكالي وحالي رادا الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي المصري أبو الفضل وحانا لقب كسوية شهاب الدين وحكو عام بحي لكن بابن حجر ابن حجر بكو عام بحي وأمير المؤمنين في الحديث في عصره. وحال هذا لي حافظ ابن حجر عليه رحمة الله سنة هجري قمركو مرة هاي تضابقل تضباطن يصدح دي هجري وحانا لغود لي مقالة هذا اللي يقان قاهرة وعاصمة مصر أي لغود لي حافظ ابن حجر عليه رحمة الله شيوخ دي سوى حاكمي دي أبو الحسن الهيثمي نينك محدث كاها وحاكمي دي ابن ملقن وسيدات بقالي أفرتي غيريو دي أيا كميدها رغم معلمين تيسيها سراج الدين بلغيني نينك الله يقانو وساقن وحاوي سيدات بقالي شانتي غيريو دي ومرك غيري ديسي وشعر بدن كتيري حافظ من حجر عليه رحمة الله أيا كميدها شيوخ ديسي زي المدين العراقي صاحب الألفية أيا مرك وحاوي كميدها شيوخ ديسي ومرك علمي كبرت وحاكا لو كميدها من جزري أيا كميدها نينك وحاوي لغوي اها وحانو جيدا اها وحاوي قراءاتك ايو هولها كتخصصي. مع ذلك وانا اهل لوقوها وانا محدث بوها كتاب ندمي ايولي هاي وحاكمي ذا نينك كلايسك لها قاموسك فيروس الابادوي ابادي نينك لو يقاني صاحب القاموس المحيط حاكمي ذا شيوخ ديسي وحاكمي ذا ابن جماعة ومع ذلك دانا اقراني اهيانو وحاوي علمي اي اسلبرتين وعلمي وحبذا ومركو حاوي كتاب كان رقا صوبوها انو اللي في حاجة حافظ ابن حجر اون الشرحاء كمدها تلاميذي حافظ ابن حجر وحاكمدها الامام السخاوي عليه رحمه الله ارديدي وحكبرت حافظ ابن حجر امام السخاوي وسقال بقول يا لبدي غيريود ايا كمدها وعكلو كمدها امام البقاعي وسغن سديت بقول سديت نشنتي غيريودي وعكلو كمدها زكريا الانصاري الشافعي نينكي وحاوي شيخ الاسلام عند الشافعيه العام بحي وفقيهها وسقال بقول لواتني لخدي غيريودي وحاكلو كمدها نينك لو يقاني ابن تغري بردي وسنت طبق سديت بقول تواتني افرتي غريودي نينك حنفيها القاسم انه قد لو بقى ايا كميدها رغاس او بدن با كافلحي ارديدي سيها كتبته الفين وحا اوين حافظ ابن حجر فتح الباري صاحب فتح الباري ان لها ايا امان اي شرف او فلن مع انه مختصر لكن فتح الباري
وحاوي أيا كتبت ألفي ما أنت عالم الإسلامي أو منافعات بر. ولذلك إمام الشوكاني عليه رحمة الله مركي فتح الباري ما شرح كتاب البخاري ما شرح عيري لا شرح بعد الفتح شرح مركو حاوي مسوا إلا شرح مسوا نويري أو ما حبونه فتح الباري بمركي اللي هري قبله حافظ حاوي من رجب باب الله فتح الباري ما قاعد نفتح الكيس وكالف لكن مر ميسترين لكن حافظ من حجر الله بأو قدري أيضا بلو كلية هاي كتابك وحان أو طلق لي إنان شرح وين سار لكن مركن أركيه ماذا إني أرديه يراتي بام جابي حافظ من حجر عليه رحمة الله كتب تألف حكمية نزهة النظر بعد كميدة كتابك والنخبة الفكر وكشر حي وحقلو كميدة وحاول نخبها أن هذا حينه حافظ من حجر وحوق لي وذي سيديت بقول كونتن يلا بدي هجرية وحونا كوغيري وذي قاهرة ومصر كتالو ما شاء سيان لغدوي نين كتابك أسير أرتنين كاسا ليلة ده أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله متن النخبة الفكر وكتاب عجيب وهو آد يآد لولا يابو سيدو اسكو دبا دغاي يا ندمي سيدو مركو حاوي او اشرحي نخبنا وحاوي سيده وحيالها لا سو دورتي لا سو هل دورك لا سو مري ايا نخب ليرهدا فكرنا ومسكحدا اي وحاوي وحيالها اي مسكحدا كو فكرتو علمي اهل الاثر كاي كو فكر لاهين اني ترتيب لو سو بخي وله طريقه ان لا اركين بان ترتيبي ولذلك رجع علم المصطلح حديد وحكى اللي في أسرى كهري دريقة دي وحين مرن نينك اللو يقان وحويه من سلاح أي قاده يا خطيب البغدادي دريقة داس ألفية من العراقي ألفية وحويه ألفية العراقي يو كتب تكرر لقى اللي فور لن هرتيل ألفي دريقة داس ابن سلاح بيقاده لكن أسرى بحوله ترتيب أنا عني ابتكاري أيان كألف في كتاب كان وعجيب هو إس الصرمبو من بداية الكتاب إلى نهايته قال الحافظ عليه رحمة الله كتاب كان وكتاب آدو قيمة بدن إلى علماء أي مركو حاوي لهين كتاب كان إنه أرضي حفظيه وحيالها أدي آدو مهم علمي المصطلحة وحاوي وكن نقول هايو إنه آدو سهل نادو صادر دكتور عمر إيمان حفظه الله أو بكر دكتور عمر إيمان أو بكر حفظه الله يا وحو عبارات كيس وحكمي دي وحو من أراد لب علم المصطلح الحديث فليحفظ هذا المتن ننكي الربو نخ أما روحة أما وحاوي كتابك مصطلح علم المصطلح حديث روحي سننكي إنو ويلي الربو دنتي مهمد ننكي إنو ويلي الربو علم المصطلح حديثك وحويري متن يغان هاحف ديو عبارة أدي عجب قليس أدي عجب قليس وأنا سويري دكتور عمر إيمان حفظه الله وأنا رق معاصرين تا رق أوفي عن علمي حديثك رق أوفي عن خاصة ساحدا صومالي ذا رقوا ونكسن هذا من مركو حوايا أن عالمي بلغدي الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيكم بلغد إمامك الحمد ما هذه لله الله وسناتي الذي الله صلى لم يزل أن كزول عالما علم بدن إلويه الله سبحانه وتعالى قديرا جانقويه ووحو الأمور تسكو جانغويو أوديسي بقدرته وحكمته البالغة كو جانغويو وصلى الله الله أمانو على سيدنا سيد كانغا وحاوي عظيمنا وشريفنا كانغا شرف ضبضن بغور كانغا إلهي أمانو محمد نبي محمد الذي كاسو أرسله ووصو دري الله سبحانه وتعالى إلى الناس ذاتك ووصو دري بشيرا حال كونه بشيرا مد دقايا ومركو حاو بشيرا مد وحاو بشارين هايو بشيرا حال كونه مبشرا وحاو للثقلين سو بشارين هايو لبضا وحاو جنكي إنسي بشارين هايو وجنة هي إلهي مغفرده سو بشارين هايو نذيرا ودقا هايو وثقلين وقد دقا هايو عقابك إلهي عذاب كيسة وعلى آل محمد نبي محمد أهل كيسة دشوا ضد أمان أمانها أهاتو وسحبه وعلى سحبه نبي محمد سحابة ديسة دشوا ضنا أمان تعالى سبحانه وتعالى هي مغفرة ديسين حريص ديسة أهاتو وسلم الله النبت قليو تسليما نبت قلين كثيرا فربضا حافظكم حكم الله عليه رحمة الله
وحزدبقلي سلادي سلامك إلهي سبحانه وتعالى إنه مركو حوايا كورت حمدي سكوب الله أو حلي الحمد لله إلهي بي حمد أسوناتي مهد الذي الله صلى الله عليه وسلم يزال أنكسه العالما علم بدنا إنه إيه قديرا هيا وحوايا علم بدنا مد جانقوي وحوال بأمور تجانقوي وأنا وحوى إلهي سبحانه وتعالى بعيدي سوي العليم وليكن إذا يوحى لهن محوق بالله وهي حيا قيوما محوق بالله وهي سي أي مركو حوى وكون وضبليه لكن حوى إلهي سبحانه وتعالى حي إنه يهي حي إنه يهي عد مركو حوى عقله كشكي قبطه ملها أرنت سيدة إنه كبلود علمي جيسا إن كتابه حوى أيو مارتي واركي إمامك عليه رحمة الله وصلى الله الله أمانه على سيدنا عظيمنا ها إلهي ها أمانه على سيدنا سيد كان عظيمنا يانا شريفنا وعظيمنا كان وين محمد أه الذي كاسو أرسله الله وصدري إلى الناس ماشي إمامك حافع إنه يرى إلى الثقلين إنه كعبره معايا إلهي سبحانه وتعالى النبي مصدرين وحاويه إنسي بس مصدرين إنسي جن بوصدري ها وإلهي سبحانه وتعالى وهو وصدري لبدا ثقلين لبدا ثقلين بو وصدري وثقلين كمركو حيين انسي جني ايين مركو ماشي انو الى ثقلين كعب رايها بونيد اي دين علماء بشيرا مد مركو حو او بشارين بجنه الله و ومغفرته الهي جنتي سي مغفرتي سي حريص او بشارين ونذيرا او غدغاي عقابه وعذابه الى عقابك سي عذابك سو غدغاي وعلى ال محمد نبي محمد اهلكي سدو شودنا وهو الهي هبركيو ها امانه قال كان وحاوي قول فربض أقبال فربض ما كجرت إلى شن يلحق القاريز قال يلا وضع وقول كأول راجح سن ابن قيم عليه رحمة الله أوت المامي وهم الذين حرمت عليهم الصدقة كوا اللقى حرمي صدقة أي أول راجح سن وأنا قول كأول راجح سن قول كأول راجح سن ما لبنا برا الآذي لكن كاس أول راجح سن وسحبه أي سحابته سحابة نبي صلى الله عليه وسلم سحابة النبي صلى الله عليه سحابي على رها وأنا أتقي دونا إمامك يا تعرفين دونا كتابك سوكو تعرفين دونا سحابي نيك اللي يرادو وسلم الله نبتقلي تسليما ومزدر ومزدر مؤكد وتأكيد بوي تسليما نبتقلين وهو نبتقليها نبتقلي وسلم الله نبتقلي تسليما نبتقلي كثيرا وحاوي فربضا كثيرا فربضا أما بعد أنت كذب أما بعد أنت كذب فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك أما بعد بعد الحمدلة والبسملة والصلاة والسلام على رسول الله كذب فإن التصانيف وحاوي قرالك الفدة يقردة في اصطلاح أهل الأثر أهل الحديث في اصطلاح أهل الحديث أهل الحديث كأفقرت كوضة أفقرت كوضة أما إري بحين توضة اصطلاح معنا إري بحين أما أفقرت وحي سوقرن هيان في اصطلاح أهل الحديث أهل الحديث كأري أما إري بحين توضة أما أفقرت كوضة أول لقى ألفو ها فإن تصانيف قرتانك وحلق قرى في اصطلاح أهل الأثر أهل الحديث دتك أهل الحديث كأه إري بحين توضى أما أفقرت كوضى وحلق أليفه قد كثرت ويبدتي وبسطت وانا اللفذي ليتوفر علمها واللفذي وسلو علمي أفافه مالك استقار واختصرت وانا اللقابي ليتيسر فهمها وحفظها سوء أفضل هذا فهم كذي حفظ كذا فسألني وحائي ويديستي بعض الإخوان ولا الله قيب كميدة يبعنا بعض الإخوان أي بعض الأصدقاء ها بعض الإخوان أي بعض الأصدقاء صاحب هذا قيب كميدة يا وحائي ويديستي أن ألخص إن أصو تلخيصي أن أصو صارو له أسقى اللهم باكوها بوني لكن له أسقب صاحب كاس ها أما بعض كاس المهمة وحيالها فإذا ذله ومن ذلك من ذلك العلم علمي أن كمده علمي أن مصدر حديثك فأجبته وان سؤالي إلى فأجبته وان أجيبي فأجبته وان أجيبي إلى سؤالي سؤاشيس
رجاء الاندراج رجاء انيغو رجينايو الاندراج دحقل ان دحقلو في تلك المسالك في تلك تاس تيدي المسالك ودوينكا مسالك يعني انا مسالك اهل الحديث هو. اهل الحديث مسالك اي قادين في التصنيف الف يد اي كقايه قادين او محدثين هرتي كتبهم الالف في علم مصطلح الحديث وعن سوشك ابو محمد الرام هرمزي انه وهري وحاوي وكذلك حاكم وكذلك حافظ وحاوي ابن صلاح عليه رحمه الله اي هرتي الفين يعني انا رجي هرتي الفي يا حافظ العراقي ان انا رجع كود بضيضون وضي قادين ان وحير كدح قالوا ان كدح قالوا وضاس يده ان راح قادوا لي اما بعد انت كد فين تسانيف اللي في دانك اول الفه في اصطلاح اهل الحديث اهل الحديث ك اري بحنتودا اما افقرت كودا وخ لغا الفه قد كانت ورد وي بداتي وبصيرت وانا لا فيدي ها لي توفر علمها علم هذا سو مركو حي افافو او بسطي سيده وخ لها شيء واسع ها البسط هنا وهو شيء واسع بسط شيء واسع الى سبحانه وتعالى القران كحله ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء اي يوسع وواسع يا ما توفدنا واختصرت لسو غابي اختصار كحو شيء الفاديس ان لسو غابيو لكن معاني فربضان وين حمبارسن اختصار لهذا فرق بين الاختصار والاقتصار إني قاف الاستعمال إني مركو حوايا خاء الاستعمال اختصار اختصار إيوه إيجاز أنتوا حوايا خرا دبان كعدين دونا وحوايا شرح النوكين دونا حافظ ابن حجر عليه رحمة الله وناخرين دونا بإذن الله شرح سؤال نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وإن شاء الله كحوق دونا كتاب كان فسألني وحاي ويدسوير بعض الإخوان ولا الله قيب كم ده بعض الأصدقاء أصدقائنا وحال الشيخ عز الدين ابن جماعة الحموي عز الدين ابن جماعة الحموي نينكي ان هذا ان سومريني او كميدها شيوخ دي حافظ من حجر رجل علمي كبرتينا كميدها او هذانا وها ويه رجا كدلبدين كميده رجا كدلبدين كاس يا كميده عز الدين ابن جماعه الحموي المصري نينكا سامركو وها ويه كميده رجا ويديست كتابكن نينكا لباد وها ويه شمس الدين محمد الزركشي نينكو لو يقان شمس الدين محمد الزركشي نينكا سا رغي كودسد كميده ان ولخيسا ان ان اسو غابيو أصور روح بحيو أن لف بحيو شيء ونعكسه ميت وكانوا لو هو من كاسية ذا أن مركو حوي المهمة وحالها فإذا ذل أو من ذلك من ذلك العلم علم المصطلح حديث كمذا فأجبت وأنا أجيبه ولي هاي إلى سؤاله سؤال شسان أجيبه ويدستي رجاء أني قو رجينا هيو ها رجاء الاندراج لحقل أني قو رجينا هيو لحقل أني قو رجينا هيو ما عند حقلها يا في تلك تاس عند حقلها تيدي المسالك ودوينكا مسالك أهل الحديث في التصنيف والتأليف بكوضة إمامك عليه رحمة الله أيو كوضة رجاء الاندراج لحقل أني قول رجينا يو وحن دحقل محيط في تلك تاس عن دحقل تاو دحقل محيط تيدي المسالك ودوينك مسالك أهل الحديث مركي مسالك أهل الحديث كنا دحقل أي في التأليف والتصنيف أيو قهضا إنا دحقل فأقول وحن لي هاي بوري فأقول وحن لي هاي الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق اثنين فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فأقول وحن لي هاي بوري الخبر خبرك خبر إما أن يكون وركة إما أن يكون إنو النغض له وركة سيئة طرق طرق مثل صاحبة طرق معنى جرد ودوين بلا عدد عن حساب لهين ترى عن لهين ترقوا عن لهين بلا عدد معين عدد معين ولا قرن كلا عن لهين أو أما ما هي مع حسر أي له طرق بلية مع حسر لكوبكر مع حسر أيضا لكوبكر بما فوق الاثنين لبا وحكا سرعي لبا وحكا سرعي بكويمت أو بهما أما الله بكويمت أو بواحد أم هل طريق بكيمت فأقول وحن لي يابور الخبر وخبر خبر محالي رادة الخبر وحالي رادة سيري سو لغة ما ينقل ويتحدث به ما ينقل ويتحدث به وعلى صورة ولو شكيس أي خبر للوقة أما خبر عند المحدثين وحيدهن ومرادف للحديث وحديثك وحفن قال عيو يعني حديثك كل معاني يقول لهن الخبر والحديث وشيء واحد بقول لهن قولنا وحيدا ما الخبر أعم من الحديث الخبر أعم من الحديث خبرك
وكعان سنة حديثك ووحيد أن كل حديث وخبر وليس وليس بالعكس وليس كل خبر حديثا وخبرك وحيد أن وحاوي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره حديث كنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ساسي أكلا صارين وحنينا مركا خبرك حديثك بينهما عموم وخصوص مطلق الخبر أعم من الحديث ها وخبرك آثار بلقوا النغن قولك السحابي وخبر قولك التابعي وخبر قولك النبي وخبر أما حديث مك الله وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صادر هذا الخبر أعم من الحديث بنقن هيا بينهما عموم وخصوص مطلق أيا كده حيسوا خبرك مركا تاسوي إما أن يكون له طرق خبرك إنه طرق يشو طرق نواجد طرق محلية الاستناد هو استناد هو استناد كم حوي الاستناد حوالي حكاية عن طريق المتن متن إني طريقي سلق حكاية وحقلوا لي هذا الطريق الموصلة إلى المتن وضد الجارسيني سمتنك وجارسيني استناد لي هذا بلا عدد معين ترجو أنا لهين أو متواتر نوع له يقانو مشكو إشارة أو مع حسر أو له طرق بليه طرق ضاس مع حسر كوبيد مع لا هذه ولا سو كوبي كرو بما فوق الاثنين لبا وخا كسري او صدح يا وخي لميده او ان غارين تواتر ان غارين او بهما اما لبا طريق بكيم الحديث او بواحد اما هل طريق بكيم انت نو جوقتو فالاول متواتر ان شاء الله ان كبلو دون اقسامتن او شيغي او امامك عليه رحمه الله ومركو حاوي او كو شيغي سي ان مارتي 10 كا اردايده اينو او عجيسين او نوقدو وقت كوبان ايو وحاوي جزية كوبان ما دام كتابك وأدقي مقدمة سانكو أكسن دونا إن شاء الله عشر كينا هبين دم إن شاء الله حنوغ بلاهم دونا فالأول المتواتر أيونوغ بلاهم دونا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.